هذا الفن فن الرزيف نستخدمه بالأعراس وتعلمته من أجدادي. أنا طالبة مريم محمد، عمري 14 سنة، بديت التصوير من عمر 10 سنوات. أنا أحب يعني أصور وأشارك في المسابقات. شاركت في مسابقة روائع عشان تتيح لي فرصة عرض صوري وتنمي من مهاراتي. أنا اسمي محمد. التمثيل هو شيء مهم عندي. أتعلم الفن مع يدي ومن أنا صغير.